الحياة على مستوى عالي. طبعا لما بنقول عدم التكدس في المناطق، طبعا في أي بلد في العالم، التوسعات العمرانية، المناطق الجديدة دي بتخف عن أي بلد الضغط الداخلي. فطبعا في نفس الوقت مثلا لما نيجي نتكلم على الطرق والممرات 167، يعني نشكر الجهة الهندسية اللي قدرت تطور 167 تقريبا محطة قطارات. صحيح. لما نيجي نتكلم على محور رود الفرج، لما نيجي نتكلم على طريق بنها الحر، نيجي نتكلم على الطرق الموازية للقاهرة الداخلية والخارجية. على أمامنا المحور عامل إزاي وشكله بجد الحضاري الجميل اللي احنا كنا بنقول احنا بنسافر بره مصر نلاقي طرق متسفلتة، وطبعا أمامنا كوبري تحيا مصر، وإن احنا بنشوف منظر حضاري بجد بيسعدنا كمصريين لأن دي بلدنا ودي مصر. اتفضل. طبعا رفع التنمية بناء على المشاريع القومية دي بتصب في تقليل عجز الموازنة العامة، في نفس الوقت بتخلق فرص أكتر للاستقطاب الخارجي. صحيح. في سياحة، في الاقتصاد، في تطوير، تطوير ومشاريع التطوير بالزبط. التطوير المشهول على الأرض حاليا يعني يعد مرحلة 30 سنة. فلنكون واقعيين وعلى الحدث أول بأول، نتكلم ان في اكتر من تقريبا 300 مشروع تم في مصر في فتره قليله جدا. عندنا مشروع الكهرباء مع شركه سمايلز الالمانيه، عندنا مشروع البرولوس بكفر الشيخ الكهرباء، عندنا مشروع منطقه غليون، في عندنا يعني جميع المحاور في مصر فيها مشاريع قوميه. اولا بترفع من البنيه التحتيه شغال كويس، يعني النهارده مصر ظهرت، العالم بيحسدنا على رئيسنا، العالم بيقول لنا انتوا بتوصلوا ازاي، مصر طالعه الكوكب. ما شاء الله الحمد لله. لا الحمد لله، احنا قدرنا في فتره قليله بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا جزيلا يا رئيس، انت كبير العيله، قدرت تعمل لنا دوله حديثه نتحدث فيها ونفتخر بها قدام حضرتك. زرت الهرم؟ زرت الهرم وزرت المنطقه الموازيه ليه. انا ساكنه في منطقه حدايا الاهرام. المتحف عامل شغل مش قادره اقول لك، منظر خطير خطير خطير. الطريق بقى يعني بجد تحس ان انت ماشي، مش عايزه اقول اوروبا لان مصر بالنسبه لي اغلى من اي بلد في العالم. المنظر جميل يدعو للسياحه. احنا بجد لازم نلقي النظر على المناطق السياحيه اللي كانت بتجذب السياح انها تنزل لها. الصراحة لفت نظري وأنا في الخارج وقت الافتتاح، ما كنتش في مصر حاليا في التوقيت هذا، جلست مع أصدقاء لي من أكثر من دولة شقيقة، بيقولوا لي انبهار انبهار، ولولا أيضا جائحة كورونا لكان حضر الزوار واستقطاب سياحي لا مثيل له. ده كان المتحف اللي في الفسطاط. نعم. لسه المتحف اللي في حدائق الأهرام في ميدان الرماية يعني هيعمل ضجة خطيرة جدا. طب حضرتك بتدعو أبنائنا وإخواتنا وأهالينا المصريين في الخارج إنهم يبتدوا ينزلوا يفتحوا